سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي في الموقع الافتراضي لمعهد دبي القضائي في الميتافيرس. ونبدأ الآن مع سعادة المستشار الدكتور بكري عبد الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تابعنا في العام الماضي وما قبله نهضة كبرى لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية، شملت التعديل أو الاستبدال أكثر من 40 قانون لتعزيز جودة الحياة في المجتمع على النحو الذي يليق بمكانة